الدوري لسه في ماتش في الاخر بين الفرقتين اللي بينافس على الدوري دلوقتي، هو الزمالك والاهلي، وعندهم اخر ماتش مع بعض والفرق بونت، فالامور كلها بايد الزمالك. الزمالك لو كسب كل ماتشاته خد الدوري، فلغايه دلوقتي الامور في ايدك، فدي ميزه لغايه دلوقتي ان انت بتلعب دوري والامور لسه ما هربتش منك، الامور في ايدك. انا شايف دي ميزه، ولازم الناس تعرف واللعيبه تعرف والجهاز يعرف ان بطوله الدوري في ايدك، لو ضيعتها يبقى انت اللي بتضيعها، لو خدتها يبقى انت تستاهل، لان انت من اول الموسم عامل موسم كويس جدا. اتخيل ان الرغبه عنده كبيره جدا والدافع المعنوي كبير جدا بعد حصولك على بطولتين في السنه وانت مشارك فيهم، تقدر الثالثه متاحه ليك ومعنوياتك اللي موجود عليها وامكانياتك الفنيه اللي موجود عليها استقرار يكون موجود، تقدر ان شاء الله تحقق الثلاثيه ان شاء الله. انا اتكلم على مستوى الشخص، انا بالنسبه لي عشان انا طبعا كنت تشيك وكده، ان شاء الله باذن الله لو الدوري كمل